عفوا بالشعب الفلسطيني، فتضامن وقفه وياهم لبستها حس بالفخر يعني، وعبر عن وقفته وياهم. عندنا بالعراق انه الكوفيه تلبس على الراس، بس عندك فلسطين لا، الكوفيه يتلثمون بيها. وانا تضامنا مع اخواننا في فلسطين وتضامنا مع الاقصى والارض المقدسه البس هاي الكوفيه. الكوفيه ترمز للشجاعه وترمز للقوه، ترمز دماء الشهداء والتضحيه. الكوفيه احنا بالنسبه لنا بالعراق نسميها الغتره، بس هي من نلبسها احنا نتذكر شعبنا في فلسطين واطفالنا في غزه. طبعا الكوفيه هي صنعت بالعراق، بس لكن رمزيتها فلسطينيه. رمزيه فلسطينيه ليش؟ لان الفلسطينيين استخدموها وحاربوا بها ضد الاستعمار، ضد الاستبداد، للدفاع عن ارضهم. تعني لي انه اي شخص فلسطيني اشوفه لابس هاي الغتره، احنا نسميها غتره بالعراقي، بس هم يسموها الكوفيه. مقاومه، شجاعه، دفاع، كل شيء ما يرمز الى شنو؟ الى التضحيه.